بسم الله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هنحل بإذن الله تدريبات نائب الفاعل من كتاب سلاح الأزهري. هي تدريبات كتاب سلاح الأزهري، هنحللها تدريبات كتاب المعهد. بيقول لي أول سؤال معانا: حول الأفعال التي في الجمل الآتية إلى أفعال مبنية للمجهول. طيب احنا عرفنا بنحول ازاي الفعل المبني للمجهول. الماضي بنضم اوله ونكسر ما قبل اخره، والمضارع بنضم اوله ونفتح ما قبل اخره. شرب الولدان الحليب. اول حاجة هنقول شرب، ضمينا الاول وكسرنا ما قبل الاخر. طيب الولدان نلغيها ونقول الحليب على طول، نقيم المفعول به مكان الفاعل وتبقى نائب فاعل. يجمع الاولاد الظهور، هنبني المجهول، الظهور دي مؤنثة، هنقول تجمع الظهور ونلغينا الفاعل. يدخر الرجل المال، هنقول يدخر، ضمينا الأول فتحنا ما قبل الآخر، المال ونلغي الفاعل ونقيم المفعول به مكان الفاعل. كرمت الدولة المعلمين، هنقول هناخد من كرمة على المعلمين، يبقى نلغي تاء التأنيث، هنقول كرم المعلمون. ليه المعلمون؟ لأن ده بالفعل لأن المفعول به ده هيقيم مكان الفعل فياخذ أحكام الفعل اللي هو لعب الفعل فيرفع. أكاتب محمد الدرس، كاتب، كاتب ده اسم فعل، هنقول أمكتوب الدرس. بيقول ضع الاسماء الاتيه في جمله بحيث يكون كل اسم نائب فعل. المدرسه، اقول له تحب المدرسه. التلاميذ، اقول مثلا يقرم التلاميذ. الطبيبات، ممكن اقول تحترم، بنضم الاول نفتح ما قبل الاخر، الطبيبات، وبنخلي الكلمة دي نائب فاعل بتقيم مكان الفاعل. المسلمون، أقول له يقدروا، أول افتح ما قبل الآخر، المسلمون. بيقول استخرج الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل من الآيات الآتية وأعربهما. اليوم تجزى، تجزى دي فعل مضارع مبني للمجهول، وهو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. كله نائب فاعل نفس مضاف إليه. طيب إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. ألقوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصال بواو الجماعة. طيب في نائب الفاعل، نائب الفاعل اللي هو واو الجماعة، المتصل مبني في محل رفع نائب فاعل. قال تعالى إذا الشمس كورت، كورت دي فعل ماضي مبني للمجهول، ضم أوله وكسر ما قبل آخره والتاء هنا للتأنيث. طب في نائب فاعل ضمير مستتر تقديره هي. يعرف المجرمون بسيماهم، يعرف فعل مضارع مبني للمجهول، مجرمون نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الأول لأنه جمع مذكر سالم، بسيماهم. فيؤخذ فعل مضارع أيضا مبني للمجهول مرفوع علامة رفعه الضمة، بالنواصل، باء حرف جر والنواصل اسم مجرور، جر ومجرور ده شبه جملة في محل رفع نائب فاعل. بيقول لي وحين يوفق في مهمته، يوفق دي فعل مضارع مبني للمجهول، عشان لو طلب مني فعل مضارع مبني للمجهول، في همته هذه، فتلك عندها هي الحظوظ، الحظوظ هنا خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الوافية التي يرجوها وينتشي حبورا، وينتشي هو حبورا، حبورا دي مفعول به عشان لو طلب مفعول به برضو. ويحس المضاد مبني للمجهول، كلما تزايدت أهوالها، أهوالها دي فاعل، وأخطرها بأنه أعظم أهل الأرض، أهل الأرض دي مضاف إليه. حظا تمييز. وأوفاهم سعادة وغنما، أوفاهم سعادة مفعول به ثاني، وغنما معطوف. ومن هنا كانت غبطته الفائقة حين رأى نفسه
رأى هو الفاعل هنا ضمير مستتر هو زميلا للرسول في هجرته. ولقد أجزل الله، الله هنا فاعل، له المثوبة والمكافأة. بيقول لي استخرج، هو بيتكلم هنا عن خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول استخرج فعلا مبنيا للمجهول، ده في كذا فعل، يوفق كلمة ويحس. طب عايز نائب فاعل، قال هنا في يوفق ضمير مستتر تقديره هو. عايز فاعل الظاهر وبين علامة إعرابه، الفعل يكون ظاهر معايا في الجملة. تزايدت أهوالها، فكلمة أهوالها هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ولقد أجزل الله، لفظ الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، مفعول به وبين علامة إعرابه. أجزل الله المثوبة، المثوبة هنا مفعول به. طيب في كلمة سعادة برضو مفعول به، أبو منصوب علامة نصبه الفتحة. قال لي اعرب ما فوق الخط، عربنا ما فوق الخط. وبكده نكون خلصنا، وانتظرنا بقى في تدريبات السنوات السابقة على نائب الفاعل.